صور من مسألة نزوح أهالينا في غزة من مجمع الشفاء الطبي. طبعا المشهد يعني بيتكلم عن نفسه، مشهد قاسي جدا. لكن خليني أسألك يا دكتور ماهر في مسألة أو نعتبرها سياسة استهداف المستشفيات والمدارس، تفتكر يعني ليه ليه بقالهم فترة مركزين جدا على المستشفيات والمدارس؟ يعني إسرائيل أو أوهمت الشارع الإسرائيلي بأن قيادة المقاومة موجودة تحديدا تحت مستشفى الشفاء أو المعمداني أو القدس أو الرنتيسي أو كافة المسميات التي كل المدارس اللي تم استهدافها، المستشفيات اللي تم استهدافها أو كافة المستشفيات التي تعطي لنا الاسم بأن النصر قادم، سواء القدس أو الشفاء أو المعمداني أو الرنتيسي وغيرها من المستشفيات التي تم قصفها وتم تبليغ من فيها بالإخلاء كمستشفى الشفاء. يعني تخيل أن يكون هناك مرضى قلب، عناية، سرطان، جروح، بتر، أطفال، كيف لهؤلاء أن يمشوا لعشرات الكيلوات؟